ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف دكتور صهيب الهمصة، مدير المستشفى الكويتي برفح قطاع غزة. دكتور صهيب، بعد التحية، لو تضعنا في صورة الوضع المأساوي في القطاع وآخر التطورات فيما يتعلق بالمستشفيات. حياكم الله أختي الكريمة. لازم نقول وننادي أن غزة اليوم تباد عن ذكرة أبيها. ما يرتكب الآن في غزة وبحق أهل غزة اليوم جرائم إبادة جماعية، جريمة تطهير عرقي. العدو الصهيوني اخترق بكل وقاحة وأمام مرأة ومسمع المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي كل القوانين والأعراف الدولية، ولم يدع هناك أي خط أحمر لم يتجاوزه، واستباح دماء الشعب الفلسطيني بكل أطيافه المسلم والمسيحي، ولم يعد هناك أي مكان آمن في غزة. العدو الصهيوني بدأ بالتهجير القسري وقصف الآمنين وقطع الإمدادات الغذاء والماء والدواء والكهرباء عن غزة، ومن ثم بدأ بتهديد المستشفيات، ومن ثم نفذ تهديده بقصف المستشفيات. بدأ بقصف المستشفيات واحدا تلو الآخر، حتى أعلنت وزارة الصحة عن انهيار كامل للمنظومة الصحية، حتى خرجت أكثر من نصف المستشفيات، والآن نتكلم عن أكثر من ثلثي المستشفيات خرجت عن الخدمة الصحية بشكل كامل. اليوم نعاني كارثة صحية بكل ما تعنيه الكلمة. يا أختي الكريمة، ما يحدث الآن في غزة وفي مستشفيات غزة، وما يحدث الآن أمام الكاميرات وأمام الإعلام وأمام صمت دولي وعربي وتخاذل شعبي ورسمي من إبادة جماعية بحق الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي وبحق النازحين في مراكز الإيواء. العدو الصهيوني الآن يتغول والعالم صامت يتفرج على أهل غزة كيف يبادون. ولا هناك، ولقد أسمعت من إن ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الشعوب ماتت ضمائرها وماتت نخوتها. يا أختي الكريمة، نقول اليوم ماذا ينتظر العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي كي يتحرك؟ ماذا ينتظر كل العالم كي يتحرك وغزة تباد عن بكرة أبيها؟ اليوم نقول لكم المستشفيات قصفت أمام الكاميرات وأمام الإعلام، الطواقم الطبية استهدفت بشكل مباشر هي وعائلاتها، الوقود نفد من المستشفيات والمستشفيات تحولت إلى مقابر جماعية، الطواقم الطبية جزء منها خرج مضطرا من المستشفيات. طيب دكتور صهيب، وخرجت أرواح مرضى على أسرة العناية المركزة إلى بارئها. دكتور صهيب، دعا المديرون الإقليميون لصندوق الأمم المتحدة للسكان ويونيسف ومنظمة الصحة العالمية، دعوا إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف الهجمات المستمرة على المستشفيات في غزة. في رأيك إلى أي مدى يعني قد يكون لهذا الطلب صدى؟ يا أختي الكريمة، هذه الدعوات لا تسمن ولا تغني من جوع. هؤلاء الناس، المؤسسات الدولية ومؤسسات الحماية الدولية والمجتمع الدولي، بانت عورتهم وانكشفت سوءتهم في ازدواجية المعايير أمام ما يحدث الآن في غزة. هم لا يملكون، هذا بكلامهم وبنص كلامهم، لا يملكون أكثر من الكلام، وليس لهم أي سلطة على الاحتلال. الاحتلال الآن لا يراعي إلا ولا ذمة، والاحتلال الصهيوني مش عامل حساب لا للعرب ولا للمسلمين ولا للمجتمع الدولي ولا المؤسسات الدولية. الاحتلال يتغول. يا أختي الكريمة، اليوم نقول ماذا ينتظر العالم كي يتحرك؟ غزة تباد عن بكرة أبيها، المستشفيات قصفت على المرضى والطواقم الطبية. اليوم نباد يا أختي الكريمة، ونحن نقول لكم نحن راضون بقضاء الله عز وجل وبقدره، ونحن مطمئنون إلى أن الله عز وجل لن يتركنا وأن الله حسبنا ونعم الوكيل. لكن نقول لكم، وهذه رسالتنا إلى كل الشعوب العربية والإسلامية وإلى مصر العروبة أم الدنيا، نقول لكم والله التاريخ لن يرحم كل من تخاذل عن نصرة غزة. نقول لكم التاريخ لن يرحمكم، ونحن أهل غزة نقول لكم والله العظيم، والله العظيم، هذه رسالتنا الأخيرة لكم، ونحن ماضون إلى الله عز وجل. نتمنى دكتور صهيب أن تلقى هذه الدعوات صدى ويتم وقف إطلاق النار. دكتور صهيب الهمص، مدير مستشفى الكويتي برفح قطاع غزة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.